تقدير الذات مسألة حيوية جدا لتنمية الإحساس عند أبنائكم أو بناتكم في مرحلة المراهقة. التقدير المنخفض للذات له أثر مدمر على المدى البعيد. المراهق اللي بيشعر بالتقدير المنخفض تجاه نفسه بيكون توقعاته في الحياة أصلا منخفضة بقى بشكل عام. ده بجانب شعوره الدائم بالإحباط. الحكاية دي بتخلي المراهقة أو المراهق منخفض الطموح. وحاسين ان هم مش مؤهلين لتحقيق اي انجازات عظيمه طول حياتهم يعني اللي هم بيقولوا انا مش هنوصل لحاجه يعني انا هبقى ايه يعني يا ماما انا مش هبقى حاجه لما اكبر او بتق... هو تقديره المنخفض لنفسه ممكن تشوفه ياثر عليه بقى بقية عمره احساس المراهق او المراهقه بالتقدير المنخفض تجاه نفسه بيخليه يسعى دايما لارضاء الاخرين وبيخليه سريع التاثر بيهم بخلاف ان هو او ان أو انهم هيلاقوا صعوبه في انهم يقولوا كلمه لا، وده هيخليهم في كتير من الاحيان خاضعين لرغبات الاخرين وغير قادرين على مقاومه ضغوطهم. بالمناسبه اغلب المتنمرين اللي بيتنمروا على على الاخرين يعني، بيكون تقديرهم ناحيه نفسهم منخفض جدا. وده اللي بيخليهم يحاولوا يعوضوا ده عن طريق محاولات رفع الاحساس بالذات على حساب اللي اضعف منهم. ده غير محاولاتهم الدائمة يعني لبسط سيطرتهم على الضعاف دول طيب نيجي بقى دلوقتي لسؤال مرعب الحقيقة سؤال مرعب في نفس السياق أنا بشوفه سؤال مرعب اما تسمعوه شوفوا هل هو سؤال مرعب ولا سؤال تافه يعني بالنسبة لأي أب وأم أنا شايفه انه هو سؤال مهم أوي بالنسبة لأي أب وأم بيحبوا ولادهم وحاسين بكامل المسؤولية ناحيته السؤال ايه هل ممكن تكوني حضرتك كأم أو حضرتك كأب السبب في انخفاض تقدير الذات عند ابنكم المراهق او بنتكم المراهقه؟ عشان تعرفوا الاجابه كل المطلوب منكم انكم تسالوا نفسكم عشر اسئله كمان. اسالوا نفسكم بتجرد وبجرأه وبرغبه حقيقيه في تقويه ومساعده ولادكم. اسالوا نفسكم وما تضحكوش على نفسكم باجوبه مثاليه او مزيفه. ايه بقى الاسئله دي؟ الاسئله العشره؟ السؤال الاول هل بتنتقدوا ابنكم او بنتكم المراهقين بشكل متكرر يقارب ان يكون دائم؟ انتوا دائمين الانتقاد ليهم؟ السؤال الثاني هل بتعرضوا افكارهم؟ السؤال الثالث هل بتسفهوا من احلامهم؟ السؤال الرابع هل بتقولوا لهم لا اكثر من ايوه او حاضر؟ السؤال الخامس هل بتقيدوا استقلالهم عنكم من غير مبررات؟ من غير ما تشرحوا يعني ليه؟ السؤال السادس هل بتقيموا ارائهم بشكل موضوعي ومحايد ولا بتاخدوا كل اللي بيقولوه على انه كلام فاضي يعني السؤال السابع هل بتسمعوا لهم فعلا بتسمعوهم بجد السؤال الثامن هل بتظهروا اهتمام بتفاصيل حياتهم اليوميه بعيد عن التعليمات يعني السؤال التاسع هل اوقات كتيره بتحسوا ان هم مش بياخدوا منكم الدعم والسؤال العاشر والاخير والاخطر هل بتقللوا من شانهم قدام زمايلهم أو أصحابهم إذا كنتم أي حاجة من العشرة دول كأب وأم يعني يعني كانت إجابتكم بأيوه على أي سؤال من العشرة أسئلة اللي أنا طرحتها على حضراتكم فأنتم الحقيقة مش بتقدموا أي دعم لإبنكم أو بنتكم اللي في مرحلة المراهقة مش بس كده ده أنتم كمان هتكونوا من أسباب انخفاض تقدير الذات عند ولادكم طبعا مش لوحدكم اللي ممكن تعملوا كده لكن في مصادر تانية للتقدير المنخفض للذات عند ولادكم منها مثلا انتقاد المدرسين او المدربين حتى للرياضات في مدربين كده بيهزقوا انا اسف يعني في كلمه او يشتموا اللي بيمارسوا الرياضه فاكرين ان ده تحفيز وهم مش عارفين انه دي مصيبه يعني أو حتى اتباع نفس الطريقة دي نفس الطريقة دي نفسها من الأقارب في العيلة مثلا يعني تلاقوا في حد في العيلة كده تحت مسميات كتير بقى إنه بينصح أو بيهزر أو ما إلى ذلك يعني متبنيين طريقة كده دائمي الانتقاد ودائمي الطريقه كده الوحشه وبتاع تحت مسمى يعني ان احنا ايه اه يعني ناس بقى كبار وحاجات زي كده تمام؟ طيب يبقى احنا محتاجين ايه دلوقتي بقى؟ كاب وام محتاجين نتعلم كيفيه تقديم الدعم لاولادنا وبناتنا عشان تقديرهم هم لنفسهم يزيد. اول نصيحه اذا كان لازم ومطلوب من حضراتكم كاب وام توجيه النقد لابنكم او بنتكم اللي في مرحله المراهقه وبالمناسبة احتمال حدوث الموضوع ده كبير جدا يعني يبقى تحاولوا تتأكدوا أن النقد اللي هتقولوه نقد بناء مش نقد هدام بتسمعوا كلمة دي كتير قوي يقولك النقد الهدام والنقد طب إيه هو الفرق؟ إيه الفرق ما بين؟ النقد البناء هو أن يتم التنويه أو الإشارة بوضوح إلى الخطأ اللي حصل أو اتعمل لكن في نفس الوقت في نفس الوقت إن اللي بيقول الرأي ده اللي بيشير للخطأ ده بيدي للابن أو الابنة الفرصة للتحسن أو التصحيح أو التراجع أو إعادة المحاولة إنما الاكتفاء بذكر الخطأ فقط ده يبقى اسمه النقد الهدام نقول مثل شهير قوي أداء سيء درجات وحشة في الامتحان النقد الهدام بيكون في صورة التوبيخ على عدم الأداء الجاي إيه اللي أنت عامله إيه الدرجات الوحشة اللي أنت جايبها دي أو إيه الدرجات اللي, اللي أنت عاملاها دي إنما النقد البناء إيه بقى توضيح ان الاداء في الامتحان ما كانش كويس بدليل الدرجات اللي مش حلوه لكن مع اقتراحات باساليب تساعد في المره الجايه زي ايه؟ زي ان احنا نراجع عدد اكبر من الموضوعات، نركز على معالجه نقط ضعف، نذكر بامكانيات الابن او الابنه اللي قدموا اداء افضل في مرات سابقه وهكذا. دي اول نصيحه، تاني نصيحه اذا كنتم متعودتم على رفض افكار اولادكم او بناتكم المراهقين من غير ما تبحثوا فيها او تفكروا في جوهرها فلازم فعلا تتوقفوا عن الطريقه دي. اعرفوا ان زي ما في افكار غلط او غير قابله للتنفيذ في افكار تانية ممكن تبقى حلوه لو ادينا لهم الفرصه ان هم يشرحوها ممكن افكار تكون محتاجه تعديل تعديل مننا كاباء او امهات محتاجه ان احنا نضيف لها خبرات مثلا وهكذا وحتى لما تلاقوا فكره غلط او فكره خايبه زي ما احنا ما بنقول اجتهدوا شويه في تفسير هي ليه فكره وحشه اطرحوا على اولادكم الاسئله دي بخصوص الفكره دي يعني اسئله بخصوص الفكره رفضنا واعتراضنا الصريح على افكارهم بيخلي ولادنا وبناتنا المراهقين مستميتين في الدفاع عنها لكن ممارسه بعض الخبص الطيب مننا شيء ضروري ومش غلط وده من خلال طرح اسئله هتقودنا في الاخر اللي احنا عايزينه برضه وهتخليهم هم نفسهم يستوعبوا انه فكرتهم ما كانتش بالجوده يعني ولا الفاعليه اللي هم كانوا فاكرينها تمام وبنفس المعيار بلاش تسفهوا بنفس المعيار بلاش تسفهوا من احلام ولادكم ودي النصيحه الثالثه وبدل ما تتريقوا عليهم او تحبطوهم خليهم يقربوا للواقع المرتبط بتحقيق الحلم ده، يعني ابنكم المراهق بيقول لكم انا نفسي ابقى رائد فضاء. بنتكم بتقول بتقول لكم انا بحلم ابقى جراحه مخ واعصاب، ما تتريقوش عليهم. لكن خلوهم يبحثوا في الانترنت مثلا عن سيره حد زي اللي هم بيحلموا يبقوا زيه دول وشجعوهم على البحث ده، ناقشوهم، المهم هنا انكم ما ترفضوش احلامهم او تتريقوا عليهم. خلوهم يحاولوا يعرفوا التفاصيل العمليه لتحقيق الحلم ده وتاكدوا ان في حواليهم ناس كتير أوى هيتريقوا عليهم وهيكسروا مجاديفهم زي ما بيقولوا فبلاش تكونوا انتوا مع الناس دي